السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طنجوية في ليون. معكم أختكم عليا، كنرحب بالجميع إن شاء الله. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم إن شاء الله. يا إن شاء الله اليوم اخترت نحضر معكم أول حلوة. هاد الحلوة الشمالية كنقولوا لها الحلوة الطرون. إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم وتزعموا إن شاء الله تحضروها بالمقادير اللي كتبان أمامكم. سهلة وبسيطة، فيها مكونين فقط. أول حاجة كنحمرو البيان أو كاوكاو كما كنقولو له، أو اللوز بغيتو تحضروها كذلك باللوز. كنحمروه ونطحنوه على هاد الشكل هذا. أنا خليته باقي في حبيبات شوية. في جهة أخرى كنعملو تشوكولا، إما السوداء أو البيضاء لكم الاختيار. كنعملوها في حمام مريم الدوب. بعد ذلك ملي كتذوب كنضيفوها على الكاوكاو اللي مطحون. كنخلطو مزيان حتى كتندمج العناصر مع بعضها مزيان. بعد ذلك ان شاء الله نعملوها في قوالب السيليكون. الجو بارد، رجعت الإناء فوق حمام مريم باش كيبقى الخليط دافئ وكيسهل علينا نوضعه في قالب السيليكون قبل ما يجمد. أنا اختاريت نزوق الحلوة ديالي بفواكه المعسلة. أول حاجة كنوضعوها في قالب ديال السيليكون هي فواكه معسلة، طريفات صغار كنوزعوهم على كافة القالب. بعد ذلك كنقوم بالوضع ديال الخليط في القوالب. اللي ما عنده شي فواكه المعسلة يمكن لكم تستغنوا عليها، حتى اللي ما عنده شي هذا قالب ديال السيليكون تعدلوها مباشرة في كويغ. أهم حاجة هو احترام المقادير وطريقة تحضير. أما فين غادي توضعوها، سواء في قالب ديال السيليكون أو في كويغطات، النتيجة هي واحدة. المهم نستمر في وضع الخليط في قالب السيليكون حتى نساليو الخليط اللي عندنا كاملين، مع الإشارة إلا أن هاد الحلوة كتخرج تبارك الله واحد كمية لا بأس بها بمقارنة مع 200 غرام شوكولات 200 غرام ديال الكاوكاو. حتى الوقت ما ديلكش الوقت بزاف، تقدر تحضرها ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة كتوجد في الحين. للإشارة هنا كنقوم بضرب القالب ديال السيليكون مع سطح العمل لإفراغه من الهواء، وباش كتجينا الحلوة مقادة وما فيها شي فراغات. كنغلفوها بسلوفان، وبعد ذلك نقوم بوضع ديالها اما في الثلاجة في المجمد او لا في الجهة العادية من الثلاجة. الا كنتو مزروبين بها عملوها في المجمد مدة 5 دقائق، الا ما كنتوش مزروبين بها عملوها في الجهة العادية من الثلاجة تما كتجمد بسرعة. 10 دقائق كتكون وجدت ان شاء الله. جبت قالب سيليكون اخر باش نكمل فيه بقيه الخليط اللي بقى لي كامل، وبعد ذلك نعمله في الثلاجه مع
مع القالب الآخر. كنعاودو نفس العملية، كنضربو القالب مع سطح العمل، بعد ذلك كنغلفوه ونعملوه في الثلاجة. كيف ما شفتو عدد الحبات اللي خرجتهم هاد الحلوى هما 23. كنكونوا وجدنا كويغتات وكنخرجوا الحلوى ديالنا من الثلاجة ان شاء الله باش نحيدوها من القوالب، وكتحيد بسهولة ما فيهاش حتى شي صعوبة ولا شي اشكال. وبعد ذلك كنعملوها في الكويغتات وكنقدموها ان شاء الله على هذا الشكل هذا اللي كيبان قدامكم. انتينا كتشوفوا كيفاش خرجت من قالب بسهولة، ما تخسرت ما والو، كيجيو فيها فواكه معسلة مزوقة. الا ما كانتش عندكم، انا قلت لك يمكن تستغنوا عليها، هي كتبقى غير اضافه. تجي ما شاء الله منظر ديالها راقي، وهذه هي الحلوى اللي تحمر لك وجهك ان شاء الله. الا كنتي مزروبه وجاو عندك الضيافة على غفله، هذه هي الحلوى اللي سهله اللي كنصحك بها ان شاء الله يا ربي. الشكل النهائي ديالها. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اشتراك في القناة ومشاركتها ان شاء الله مع الاحباب ديالكم باش تعم الفائدة، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات قادمة. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.